هو قانون ذوي المستقبل، وشنو هو الغاية من ذوي المستقبل؟ اولا قبل ما نهضروا على دوري المستقبل، هي اننا اليوم في فتره الاياب غيكون عندنا دوري اللي فيه هذاك، غيكون اضافه لخمس 15 مقابلات الاياب، هناك خمسه الادوار. فدوري الهدف الاول هو ان منح وقت لعب لواحد الفئه عمريه اللي هي ديال 90 اولمبيين، الاولمبيين ابتداء من 89 هكا 90 اللي عطيناهم اون ديروغاسيون، عطيناهم واحد انهم يلعبوا مع لي زيسبوار، وكان الامل ديالنا ان سو ريانتيغ مع لوغ زيكيب، ولكن الاحصائيات هي جد ثقيله. وهذه المساله بغينا ان الضغط الاسبوعي الذي يمارس على الانديه، وكذلك الضغط الذي يمارس على الانديه والمدربين، انه يخرج في هذا الاطار ويمنح الوقت الكافي لهذه الفئه العمريه اللي هي ديال لي 90. نعم، دونك هنا المساله من ضمن الشروط ديال هو تسجيل في ورقه التحكيم 20 لاعب. هاد ال 20 لاعب هو اولا حنا عندنا في الورقه العاديه كاين غير 18، وخمسه ديال لي شونجمون، منح اكثر انه يكون اكثر من 19 لاعب، 11 بلس 5 باردون، هي 16 لاعب، انهم يستافدوا من هذه التجربه، وكذلك يكونوا ثلاثه اللاعبين ضمن الكبار اللي يمكن يقدموا لهم مساعدات وتعطاهم واحد الفرصه انهم يمارسوا مع الانديه ديالهم. ولما لا سيبدا خمس لاعبين باش تعطيو الصبغه ديال النصف الرسمي، نصف نصف حبي، باش الفرق يوجدوا تنظن. هو في القوانين العامه ديال الفيفا تقول لك بلي ماتش اميكو اون بو الي ا سي شونجمون. دونك هذا دوري نصف نصف حبي نصف رسمي. نصف هو دوري فيه اطار ديال الاستعداد واقحام هاد الفئه العمريه ديال ولاد 90 في اطار مقنن، وتنظن بانه اكثر من ذلك جاء من مورا الفتره الشتويه، فبالتالي الانديه يمكن تجرب اللاعبين الجدد ديالها مع مجموعه لاعبين ديال الامل. نشوفوا سير المنافسات الان، سير المنافسات كيف تشوفوا كما تشوفهم دابا في الشاشه، فالانديه تكون مقسمه الى مجموعتين شمال وجنوب، كل مجموعه تضم ثمانية انديه، يعني 16 الانديه اللي قصوا الاول هما يلعبوا، القرعه اللي تديروا من بعد قليل ان شاء الله مباشره ستحدد الانديه المستقبله، كل مباراه ستفرز مؤهلا، يعني شيء عادي، والانديه الجديده والانديه الاربعه الغير مؤهله عند الدور الاول، يعني كل مجموعه ستجري دور الترضيه، يعني التورنو دو كونسولاسيون الى اخر رمق، باش نخليو حتى الفريق الهزيمه ما تلعبش دور واحد وتمشي. باش يلعبوا جوج ديال الادوار، وباش يكونوا عندنا عاوتاني في الدور الثالث دو دومي فينال، دونك غيولوا عندنا 8 زيكيب بارتيسيبون سور 16، دونك غتبقى اكثر مساله. غادي ينطلق الدوري يوم 21 22 23 والدور الثاني، وكذلك هناك الانديه التي ستشارك في المقابلات القاريه، وتنعرفوا بانها ستغادر ولا تدخل في طرف هادو خصهم يلعبوا بفرقة الامل ديالهم، لا اللاعبين اللي ما تكونفوكاوش. نعم، لاعبين الامل وكذلك اللاعبين اللي كانوا في البون دو توش وما لعبوا اقل من 45 دقيقة. الفريق لعب الماتش، لعب محليا، ما يمكنش محليا، بس الفريق لا تخرج برا، ما يمكنش. عاوتاني مسألة هذه جد مهمة، كنت نهضر مع واحد الاخ الصباح، قلت له في بلاصة ما بحال دابا الفتحة تسافر من يوم الاثنين، هذوك اللاعبين الاخرين ديالهم غادي يبقاو جالسين من يوم الاثنين، هما غادي يديروا تربص وهما يديروا استعداد وغيلعبوا مقابله، تفاديا اننا نقنصوا الانذارات، تكون انذارات وحده كيفما المنافسات الانذارات الصفراء، ولكن الحمراء لا. مساله لاغريسيون، الخشونه، تدخل حتى في البطوله والكاس. اما بالنسبه للانذارات الصفراء لا كونتابيليتي ديالها الي ابار. نشوفوا المجموعات، وتن نادي سي امين من لاريجي ديالنا باش يجيب لنا جميع الاشياء المتعلقه بالقرعه اللي نبداوها بعد قليل في المجموعات الشمال. دائما نقول المجموعات سي احمد الله يخليك، الشمال شباب المغرب الحسيمي، المغرب التطواني، المغرب الفاسي، وداد فاس، النادي القطيجي الملكي، الفتح الرباطي، الوداد الرجاء، حسب القرعه اللي نبداو بها ان شاء الله. القرعه اول، واش الوداد تمشي للمجموعه الشمال ولا الجنوب؟ الجنوب شباب المسيره، حسيس اكادي، اولمبيك اسفي، الكوكب المراكشي، اولمبيك خيبات، شباب قصب التلال، دفاع حسين الجديدي، او دائما الوداد او الرجاء. يعني ان الفريق اللي مشى شطر الشمال فالغريم ديالو التقليدي يمشي اوتوماتيكيا شطر الجنوب. دائما والصدفه، صدفه ان تعطينا التوزيع الجغرافي، ان مجموعه انديه النصف
في الجنوب وفي النصف الشمال.